مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج على السيف، وتحديدا في عشان اليوم مكاننا مختلف. احنا اليوم في قصر دسمان العامر، وتحديدا في خيمة الشيخ الألوح. راح نقابل ضيف شاعري رومانسي دولوماس، شيخ العيل خليفة، مساك الله بالخير. الله بالخير، بسم الله الرحمن الرحيم. اتشرف فيك اخوي فيصل، والعين اوسع لك من الدار حبيبي. اليوم دام الخيمه هذه منوره بالفن والثقافه يعني مو اول مره قاعد فيها. اي اكيد، لان الشرف صراحه حبيبي. وخليفه بتكلم من الاخير، بدخل معاك في التكريم الاخير وتحديد اختيارك في نوايا الحسنه. شنو الاليه اليوم اللي تم عليها اساس هذا الاختيار؟ والله انا تشرفت اول شيء الامانه اخوي فيصل، اني انا يعني عمري 47 سنه. العمر كان اي الله، من 30 سنه يعني من عمري 17 كنت داخل في هذا المجال من ناحيه المشاركه مع اخواني من ذوي الاحتياجات الخاصه، في اخواني من التوحد، من اخواني من الداون، فكنت دائما وياهم. فكل احتفالاتهم كان قبل لا اتشرف واقابلك يعني اتصال من احد المجمعات المشهوره عازميني بعد يومين تحت رعايته، مسوين تخفيضات خاصه لهذه الجهات سواء التوحد والاحتياجات الخاصه والداون، فشيء فرحني يختاروني بالاسم. طيب انا الحين بتكلمك، انت ما فهمت سؤالي، اعيد لك يا مرات. اتكلم على التكريم الاخير اللي صار بالقاهره. حلو. واختيارك سفيرا للنوايا الحسنه. والسلام. والسلام. لان انا بحياتي الامانه اخوي فيصل لا دخلت مخفر. لا رفعت قضيه. ربعي كلهم محامين. شغلي وياهم يا نكون قاعدين نلعب اونو او نلعب كره. يعني ساند نفسك. الحمد لله. امورك طيبه. طيبه بس ما تعاملت فيها، ما استخدمتهم ولا دشيت مخبر بحياتي. ان شاء الله دوم. بس ابو خليفه وايد انتقادات جت على هذا الموضوع. يقول لك والله ابو خليفه شنو قدم عشان يختارونه سفير للنوايا الحسنه والسلام؟ شنو الاليه؟ اليوم مختصره على الفنانين. صح. اليوم انت اختاروك الكويت، واختاروا اخت حليمه المسي عليها الكويت. ايه. يقول لك في ناس ثانية مثقفين، ليش ما أخذوهم؟ ولا مقتصر على الناس اللي بالفن؟ الناس وصلوها للشرع إن هذه الألقاب أي. تشترى. أي. أنت شو ردك على هذا؟ أقسم بالله العظيم، والله العظيم يعني ولا يمكن، على قولتهم أنا كنت بمصر يمكن ولا جني يعني دفعت وخذيت معي ربعي، ولا جني ولا لحد أم تواصل وياهم. يعني حتى الأخ رئيس المنتدى أخ نور السعودي الجميل نور الحراكي، يومين ما اتصلت عليه تواصل مع بعض. انا خذيت الحمد لله بجهدي، وانا كنت واثق اني باخذها. يعني اليوم انا يمكن راح اكون هجومي وياك. خذ راحتك، لان كثير انتقادات. انا راح اتكلم بوضوح، ما راح الف ودور. في شغله اخوي فيصل، انت دائما اذا كنت في 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 داخل داخل محور الشهره، داخل داخل نور، داخل مدفع، لا تتحمل كل شيء. يعني انت ما تقدر تحط جول وانت مو نازل الملعب، فلازم تنزل الملعب عشان تواجه الانتقادات اللي قاعد توصل لك. الحلو اللي انا واثق منه فيه اني دخلت هذا المجال، انا عمري 17 سنه، يعني من 30 سنه انا في هالمجال، من اغنيتي انا واخذ اخذوني معاكم لحد يومنا هذا في مسلسل ذكريات لا تموت. طيب انا بدخل في موضوع المهرجانات، انت ذكرت المميز وهو محور مهم من ضمن المحاور. أكيد. هم هناك انتقادات ان الاشخاص هم هم من بدا المهرجان، نتكلم مجموعه تتبع شركة إنتاج معينة شايفينهم بالمهرجان، شركة أخرى عندها مجموعتها، الأشخاص هم ماكو أي تغيير، وهناك بعض الأشخاص يبرزون لكن مطلوب عليهم تتدخل بالنتائج. والله العظيم أخوي فيصل أمانة، وأعلنها قدام قناتي اللي أنا أحبها. أنت شخص بس أنك مجرد راعي لهذا المهرجان أحضر ولا تختار؟ والله العظيم أسمع الأسامي مثل ما قاعد يسمعونه أخواني الموجودين في القاعة. توضح للناس لأن اليوم عليك اتهام مباشر، يقولك الشيخ دعي اختار اللي يبيهم. لا أنا رأي المهرجان وليس مدير المهرجان، رأي المهرجان أنك ترأي المهرجان. نفس لما أنا أروح مثلا أرأي مثلا معرض، يطلع فيه معرض للأطورات، معرض أزياء مو حلوة، أنا مو شغلي هذا، في ناس تنظم هذا الشغلة. أنا أروح لأرعى هالمهرجان أو أرعى هذا المعرض لأدعم الشباب. اليوم بتكلم هم معك في شغلة في موضوع الرعايات اللي تترعاها وأنك قاعد تحضرها. دائما صارت متخصصة في أشياء معينة، ترعى المعاقين وهذا شيء أنت تشكر عليه، وعندك رعايات للأزياء ورعايات المعرض اللي يكون فيها ميك اب. عتبت شيخ من الأسرة الحاكمة يرعى هذه النوعية من المعارض، وخصوصا أنها مختصة بالنساء. أرد عليك، يمكن في رد ناس وايد ما تعرفه، معرض بيت ديفا هو أقدم معرض في الكويت، صار له 50 سنة. هذا المعرض خرج أكثر من 60 إلى 70
مصممة أزياء وميك اب. هذه واحدة. لما كنت أروح لهم من 6 سنين لحد اليوم إحنا في 2017 لم أحضر لا عرض أزياء ولم أحضر لي ميك اب مدة 6 سنين. شو حضر أنا صار لي الحين أكثر من 10 سنين. في ناس وايد ما تدري أخرج بين 54 ل 58 مدرسة بنين وبنات بجميع المراحل. يعني أمس خرجت مدرستين لحد الآن ليه إن شاء الله شهر رمضان المبارك عندي 48 مدرسة. ليش الناس تركز على الأشياء هذه؟ الأشياء أنا وقفتها وصلت المرحلة أنه خلاص أنا لا مو بس خلاص أنا كنت أروح لأن هذا أطلعوا على إيدي بيت ديفا كنت أعطيهم بالمجانا باعوا كونهم ثروة قاموا سووا معارض خاصة فيهم. يعني شوف أرد لهم الجميل. الهدف من السؤال اليوم يعني إيه أشوى أن إحنا طرحنا هذا السؤال عشان توضح للناس مو واصل لهم هذا الشيء. لا وفي ناس شنو الأمانة أخوي فيصل وتاج راسي في شغلة ما تعرفها طلعوا ناس يقولوك أن أي بالمعرض يأخذ نسبة بالفلوس. والله العظيم قسم بالله وغلاط الوالدة اللي أنا ولدها الوحيد بحياتي ما خذيت فلس من أي معرض حضرته للأمانة. يعني في شخص طلع وقال وحاولت أواجهه وأقعد وياه ما تهر عرف إن السالفة لا فيها تلفيق. إيه بس اليوم المشكلة اللي قاعد تواجهها أبو خليفة إنك أنت مو قاعد ترد عشان تفهم هالناس. في ناس إن الحملة هذه كانت كأنها موجهة عليك. لا هي كانت شنو مثل فاقة أو صحابة صيف مرت مرور الكرام يومين وانقلبت الآية. يعني حتى الملك سلمان والجروب اللي معه الله حفظه سواء أمراء أو شيء أو مرافقينه عرفوا بالسالفة وقلت القصيدة وتغنت واستضافوني بالسعودية بكل قنوات السعودية سواء أكبر القنوات وتوضحت الأمور. طيب وخليفة اليوم إحنا بشر بالنهاية اليوم ما تأثر بالانتقالات اللي قاعد تي ساعات ممكن تقرأ كومنت ولا كذا أما هي خلاص هي ليش سافيصل نعم. بديت صغير يعني يمكن الانتقاد اللي أثر فيني كثيرا أقولها للأمانة كان عمري 22 سنة هو مسلسل سليمان الطيب. نعم. طيب اليوم في أسئلة في ناس وايد تدري إني وأنا بقابلك وكان في سؤال وايد يردد في ذهنه. زيارة المريض واجبة. أكيد. أوكي. وأنت ريال راي واجب ودائما تروح. ولك حق تصور. أكيد. بس من ضمن التصويرات اللي مرت خلال الفترة هذه كلها يعني رجل كان تقريبا في غيبوبة. وانت قاعد تتصور فيديو انك انت موجود عند هذا الشخص. هذا الانتقاد ممكن صار وايد عليك وتكلموا فيه كثير. انا يمكن قاعد انقل لك صوره انا اعطيك ناس. الخبر انك ما مو عنده اهم للتوضيح مو انجه هنا الخبر اللي غير عند اي الخبر اكيد طبعا. هذا كان عزيمه ربي حفظه خالي الشيخ علي ابر الاحمد بعزايز اللي كل سنه يسويها كانت بشهر 2 اللي طاف اللي مسوي الحادث اخوي سالم الكندري هذا يلقب في وزير السعادة وأخوي دق علي قال لي أي أنا مسوي حادث في مستشفى الجهرة. يوم رحت له ما في شيء وقت التصوير مصور وياه ما في شيء بس وقت التصوير الناس فهموا واحد يعني عناي مركزة أصوره لا علي لا مغطي وجهه ولا على شيء ريال ما في شيء بس أثار الإصابة أثر فيه. بعدها بيومين طلع نفس الريال في مهرجان معاي ومهرجان كان في مجمع الصالحية أخوي سالم الكندري وطلع معاي كان أنا وأول ما زارني دعي الخليفة وما دروا أهلي وما حد زارني وما اهتموا فيني الأطباء إلا لما أبو خليفة أعلن عني في التواصل الاجتماعي والناس حست فيني وما كانت إصابة عادية لا غيبوبة ولا شيء. أنت ليش تلاقي قدام الاتهامات والمهاجمة؟ هذه لازم ضريبة النجاح. هاي لازم بس انت مو قاعد تسوي شيء قاعد تضر الناس اي يعني انت مقدم انت برنامج مثلا قاعد تسوي قصه ومشاكل لكن الشخص قاعد تسوي اشياء جدا جميله ليش ينتقدونك فيها؟ صافيصل اقول لك شغله انت قعدت 2 أو 3 سنين في البيت نعم احد تكلم عنك؟ لا ليش؟ لانك خلف الاضواء دام انت بالاضواء لازم اي شيء يحوشك لازم لازم يكون لك ردة فعل. انت حسيت ان في لك اعداء في هذا المجال؟ لا والله ما حسيت. ما حسيت. ما حسيت، لا والله ما حسيت، بالعكس، الناس تفهمك غلط، لما تسمع منك الحقيقة خلاص. اوكي، أنا بتكلم معاك بالشعر. رحمة الله عليه خليفة عبد الله. لما نسمع رد الزيارة لا يمكن ننساها على طول أكيد. نقول أكيد. خليفة عبد الله. حلو.
اليوم دعي الخليفة شنو قدم؟ أغنية عايشة مع الناس لما تكلم عن رد الزيارة من كم سنة هذه؟ أواخر السبعينات صح صح وللحين ما زالت عايشة من نسمع الرنة ذكرنا من كاتب هذا القصيدة. دعي الخليفة أو الشيخ دعي الخليفة شنو أثر شعرياً في أغنية عايشة مع الناس؟ ما نسيت وايد سواء مقدمات مثال مثل مقدمة عديل الروح اللي غناها الأستاذ خالد سليم كلمة تسمعها صارت رن التلفون أغنية نوال بقدر ما تحمل النفوس أغنية هذا هو الموج الأزرق لا تطوف في بحرة أغرق هذه أغنية يمكن بعد بسم الله وبعد هيدو الأغنية يمكن نمبر ثري كالأغاني معروفة أغنية علي بحر مستحيل ألقى مثيلك مستحيل أحب أحد ما يميل قلبي لغيرك وانت روحي والجسد مهما حصل من بيننا جرح وفراق قبل كان الغادر اسمعي صوتي نادي لك تعالي وكان الغادر انت حياتي منوتي وراس مالي اغاني هل هذه الاغاني ممكن نقارنها برد الزياره لا ما قارنها ولا قارنها بغريب ما في غريب وصلت لغريب استاذي ومعلمي وتاج راسي وعمي بدر برسلي كتب الاف الاغاني بس تبقى لا انت اغنيه غريب الأول غير الأول التلقائية غير بس أنا وعدك بعد هالبرنامج راح تسمع أشياء خمس أغاني وطنية تم تسجيلها من مطربين شباب راح تكسر الدنيا إن شاء الله وعامل أغنيتين إن شاء الله راح يكون من النوع اللي أول مرة تنذكر وهذا وعد قدام قناة العدالة راح تشوفون شيء ثاني بإذن الله أنا وصلت للختام ولكن في سؤال يتردد لدى الجميع أنت شخصية متواضعة جدا ولكن الشخصية الأثيوبية اللي أنت بستها عملت لغط ما اسمع الشخصية الأثيوبية اللي أنت بستها على رأسها عملت لغط عند الناس يقول لك شيخ دعي يمشي وصور مع الأشخاص هذولي ما يدرى ممكن فيها شيء ولا فيها شغلة يعني هذه وايد الأمور عليك التفات فيها يعني كأني أشوف الناس قاعدة لك قاعدة مجرد ما تصور فيديو اللي على طول الناس تقصقصها وحتى هذا شيء جميل أي ناس وين وصلوها أي. وصلوها أنك تتعمد تسوي هالشيء عشان تأخذ الشو أنا قبل شهرين ولدي خليفة طلب مني مطرب أمريكي من أصل يمني اسمه آدم صالح أنا بحياتي ما سمعت عنه عرفت من المنتج ماله منتج أحد الأصدقاء العزيز على قلبي أقدر أذكر اسمه يعني. الأخ مزيد المعشرجي أوجه له تحية قعدت وياه قلت له أبي أيمن آدم صالح قال لي أوكي هو بي ثلاث أيام الكويت وخلاص المهم أول يوم ما حضرنا له حضرنا له ثاني يوم قلنا لما نقابله بالكواليس قابلناه بالكواليس أنا ما يمنع آدم صالح بس طلع شخصية جميلة المسرح ديسكفري مفول 200 و250 كله تينيجر آدم صالح أنا أول مرة بحياتي طلع وسوى جو حلو جو خفة وجو حلو دش مرة ثانية لبس خليجي قام ولدي صور وياه نتفاجأ ثاني يوم على واجهة الستوري السناب صورة ولدي ويا آدم صالح وصورتي أنا ويا آدم صالح بالواجهة الأولى للسناب صحيح يعني هذا شيء جميل فلازم أنت تتحمل الإيجابي والسلبي لأن إذا تبي ما تبي أي مناوشات وواحد يتكلم عنك تقعد في البيت أما لما تكون تداخل الضوء نسمة تفضل الأخوان ها أسأل إضاءة مؤثرة عليك تعودنا خلاص هذا الشيء صار صحيح. بذاتنا يعني الحمد لله أنا اليوم سعدت بلقائك أنا تشرفت حبيبي الله يسلمك كلمة الأخيرة لك تحب تقولها حب أشكركم شرفتونا اليوم والصراحة يعني الأمان أخوي فيصل كانوا مخوفين منك وإن راح يصير لا يبا فيصل غير إنه أخوي وصديقي أنا واثق من نفسي وعندي ثقة في بربي ثم بجمهوري كبيرة أنا قوي بالسوشيال ميديا بالسناب بالفيس بالتويتر في الانستغرام من الدرجة الأولى على قولتهم هايبر ومن عشاقهم تستاهل كل خير وسعدنا في لقائك شرفت ساعة مباركة الله يحفظك تمسون على خير.